بعد نهاية راحة السبت في فجر الأحد، ذهبت عدة سيدات إلى القبر المغلق. لقد دحرج الحجر. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ لقد قام من الموت، اذهبنا وأخبرنا تلاميذه. ركض بطرس ويوحنا إلى القبر بعد سماع الخبر. ماذا حدث؟ إنه فارغ تماما. وفي البستان عند القبر، يا امرأة لماذا تبكين؟ عمن تبحثين؟ يا سيد هل أنت أخذته؟ يا مريم، يا معلم، لا تلمسيني، اذهبي وأخبري إخوتي أني أصعد إلى أبي وأبيكم.